فاحنا دلوقتي انا بحب اشتغل على نظافه اصلا. شو احكي لي شو بدك تسوي لك؟ ولا حاجه بدي اجيب اشطف لك المطبخ مثلا؟ طيب خد عندك اعمل اي حاجه. يلا يلا صفرا. بص هنعمل ايه احنا الموضوع؟ وكانوا منها الشباب؟ لا ما انا جبتها معايا. جبتها معاك تمام. بص الموضوع سهل خالص، احنا هنحط هنا شويه ملح وشويه فلفل، طبعا ده الطف كتير من اللي بنشتريه من بره، على الاقل احنا عارفين هو ايه. صح. ومعمول ازاي. صح. والكلام ده كله. صح. هنحط البابريكا المدخنه، هنحط بودره الثوم، بودره البصل، هاي هاي مسكره، بهارات اللحمين الهاي مسكره. لازم تبقى مسكره. تمام. عندنا هنا الكريمه، الكريمه بتديها كده دسامة وطعم لذيذ وقوام بيبقى حلو، يعني بيديها كده دسامة. عارف طعم الكريمة بيبقى قد ايه حلو؟ فجوه ده بيديها طعم حلو قوي. اتفضلي اهو. شكرا. ما تعرفش البركة فين؟ كلمة ام عبد الله. ايوه ما تعرفش البركة فين. يلا امبارح مخلصة يمكن علبة جلافزات وانا بصور طول الوقت بغير جلافزات. بص بشوف صفحتك ما شاء الله يعني رائعة. بتحبها؟ طبعا. مسلمة. انت دمك خفيف يا ربنا يسعدك ويخليك. والله دمك خفيف. تمام امورنا تمام. بص احنا تمام. بعدين مستعد للجزء الاخير من حلقتنا عشان اخت مها الجعوني تنضم لنا. هناخد ده كده بس ونبتدي ايه نعمله بس بهذا الشكل عشان يبقى يعطينا رول. يدينا رول كده لطيف. وبقى بالسمك اللي انتوا عايزينه، يعني انا عاملاه اصغر من ده. وبعدين انا ربطته بس طبعا مهند هذا مش هيديني فرصه اربطه. سلامي بيتي صراحه، يعني اول شيء زي ما حكيت الشيف واثقين هو شو مسوي فيه. لا بنقدر نربطه على فكره. هاتي بدك اساعدك. هيدينا فرصه استاذنا كريستينا ما بيردش. شوف خلاص مش مشكله، يمكن بيكلمونا بس اصل احنا ممكن نعمله كده وخلاص. طيب يعني ممكن نقدمه كده وخلاص. تعالي ندي بس انا ربطته كده خلاص، اللي عايز يربطه يربطه. تعال نربطه. ربطته كده. تورجي الناس طريقة الربط. ده وبعدين كده. دي كده. وبعدين نجيب دي من تحت. ونحطها كده هنا. وبعدين بترجعوا تاني تلفوها من تحت دي هنا. علشان تعمل العقدة. واخد بالك. اهي. بص اهي. طيب. كده. ومنكمل عملنا كده. مش عارفة هو فيه اصغر من كده ولا هو ده جايب كده اخر. تفضلي شوفي هيك. السلامي. لا فيه كان فيش اكبر. طلع كيف السلامي هاي اللي سوتها الشيف اللي عليها. اشوف الله حلو قوي. طلع ممكن ادوقها؟ هتدوقها طبعا. بسم الله الف هنا وشفا. بسم الله بسم الله. التوابل اللي فيها لطيفه، توابل رهيبه. خلاص انا كده جاهزه. يلا